في حد ما يسرقش طيار هو يعني لما يجد انه في عقوبه من امن العقوبه زي ما بيقولوا اساء الادب، فلما لما اعرف ان في عقوبه خصوصا ممكن تبقى عقوبه مغلظه ومشدده مش هسرق طيار. حضرتك شايف انه النص ده في قانون الكهرباء كافي انه يخلي الناس عديم الضمير ما يسرقوش؟ هو كافي، لكن في كل قاعده لها شواذ. القانون الكهرباء الماده 71 لسنه 87، المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتقول لك حضرتك ايه؟ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنتين، وبالغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال مملوك لشركة الكهرباء بغير حق. وبيتم انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. لازم تصالح شركة العميل، يعني انا لو دفعته ما صالحتوش معايا ما لا يتحبس. مال عام ده، مال عام ده، مال عام ده، مال عام. ودي بقى جنايه ولا جنحه سرقه الطيارة؟ لو موظف عام تبقى جنايه، لو موظف عام تبقى جنايه لان ده مال عام، ولو مواطن عادي تبقى جنحه. بس انا اعرف انه هل في القانون ده فعلا العقوبه انه اللي سرق مش شرط يجي يحضر يعني في القضيه، يعني يتحكم عليه وهو مش موجود؟ الكلام ده صح؟ لان انا عارف بيتحكم عليه، مش شرط انه يجي يعني ده لا صح؟ لا لازم يحضر، لازم يحضر زيها زي اي قضيه بحضور وجوبي هنا عشان الحكم. قضيه الكهرباء زيها زي اي قضيه. زيها زي اي قضيه طبعا، زيها زي اي قضيه، بس هو بيعمل ايه؟ ممكن يكون بيعمل توكيل لمحامي، فالمحامي بيجي يدفع وياخد المصالحه ويقدمها في النيابه وبقدمها في المحكمه. هو بتنقضي الدعوه الجنائيه بتنقضي بالتصالح، ففي الوقت ده هو دفع فلوسه ودفع اللي عليه وقدم المصالحه بتاعته، فبيقدمها في ليه؟ في المحكمه.